السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخواتي، نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وفي أتم الصحة والعافية. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد، وصفة جديدة ألا وهي مايونيز ألونسيان اللي كنتمنى أترككم وتجربوها، وغنتقاسم معكم سر من أسرار المايونيز كيفاش يجي جديد. خليكم معايا حتى نهاية الفيديو وفرجة ممتعة. نبدأ على بركة الله. لهذا المايونيز كنحتاج جوج ديال أصفر البيض، كنحتاج جوج المعالق صغار ديال المطاط وشويه الملحه، وكنحتاج طبعا الزيت والخل كنخليه حتى الاخير. بسم الله على بركه الله. بسم الله على بركه الله. كندير جوج اصفر البيض، غندير معاهم جوج معالق صغار ديال المطاط، هانتوما عامرين زعما ماشي ملحوسين. وغندير الملح، ها الملح تقريبا نص معلقه صغيره، ما عمرش بزاف. وغندير الزيت، درته في هذه القرعه باش كتجيني عمليه حسن ما نبقى نكب كل ساعه بقرعه الزيت او بشي حاجه اللي غادي تخوي لي كثير. كندير هذه، غندير واحد تقريبا واحد جوج معالق كبار ديال الزيت، وغنخدم بالباتور. انا غادي نتلقى معكم دابا شويه باش ما يجيكم الصداع. غنبقى نكب شويه بشويه وانا قدامه. ما غاديش نحبس من الخدمه، غنبقى نكب شويه بشويه كيوت وانا خدامه حتى غادي يبان لي المايونيز بدا كيعقد. ونتلقى، هانتوما شتيو هو بدا تيعقد. انا غادي نكمل، هانتوما القرعه، غنكمل هاد القرعه كلها ديال الزيت وغنطلقاو. هانتوما غنبقى خدامه بدون توقف، وانا كنزيد شويه بشويه تقريبا قيمه معلقه كبيره. الا زدتيو اكثر من ديك القياس اللي كندير غادي يخسر لكم، غادي يوقع له بحال كيف تنديروا تنفيدوا الحليب وتلقاو خاسر تيتكلل، هكاك غيوقع لكم، غادي يولي جاري وغيبان لكم الزيت في جهه والمايونيز في جهه. خدموا استمروا على هذه الطريقه اللي كندير حتى كتبان لكم، يبان لكم اللون ديالو تبدل، غيكون مايل للبياض والقوام ديالو كيبدا يعقد، كتعرفوا بان العمليه ناجحه 100%. واستسمح في الفيديو اللي من بعد هذا، كنت نصور منين صافي ساليت، ولكن الغراف كان شويه قريب لعندي وكيبان غير خيال، ما رديتش البال. المهم مازال غنزيد معاكم عاوتاني ان شاء الله، غادي في الفيديو المرات المقبله غندير لكم مايونيز اللي تيتخدم كله في دقه واحده وتيجي رائع، ولكن يستهلك يوم او يومين. ها انتما كتشوفوا تبارك الله الكثافه فين وصلت، ها هو الغراف عمر. انا تعمدت ندير هذا الغراف صغير لانه تنقدر نستحكم في المايونيز. دابا غادي نزيد شويه ديال الخل. الخل علاش غادي نزيدو؟ غير باش يرطبو، لان دابا قاصح بزاف، غنزيدو شويه ونخلط. شوف شوف كي كتشوفو هو غيرطب حتى اللون ديالو تيتبدل. غنزيدو مازال واحد شويه تقريبا واحد معلقه كبيره، ما تزيدوهاش بقه وحده، زيدوها شويه بشويه. ها هو الرطب. دابا غندير لاتوش فينال اللي هي واحد نص تويمه صغيره، انتما شفتيو غندير غير نص ديالها، غادي نحكها. صدقوني كتجي تعطي واحد المذاق رائع للمايونيز. هانتوما غير نصيص، ها انا خليت النص الاخر. وغنخلط
تقدروا ديروا ثوم بودرة إذا عندكم. صافي ها المايونيز ديالنا ها هو ولا جاهز، انتم تشوفوا القوام ديالو ما شاء الله ثقيل. وعلى فكره هذا المايونيز راه تقدروا تخليوه حتى شهرين، انتم كتستعملوه حتى شهرين في الثلاجه، ما كتوقعلو حتى حاجه، ما كتبدلش الطيبه ديالو، ما كيتبدلش اللون ديالو، كيبقى على امانته. ندوزو للمرحله النهائيه ونتلاقاو. ها المايونيز ديالنا كتامل، ها انتم كتشوفوا القوام ديالو والكثافه اللي تعطي، تيجي ثقيل ما شاء الله. نتمنى تجربوه بصدق وتردوا عليا في التعاليق. علاش سميناه، علاش نقولوا له الونسيان؟ لان شحال هادي ما كانش الباتور وما كانش حتى ديك الفوي مانيوال او الطراب اليدوي، كنا كنديروه بمعلقه، كنديروا اصفر بيضه واحده وكنخدموه بمعلقه كبيره وكنديروا معها معلقه الزيت، كنبقاو نخدموه لساعات تقريبا ساعه ونص يلا باش كنطلعوا ديك الزلافه. منين جا الفوي مانيوال رحمنا، بدينا كنديروه بالفوي مانيوال، كنطلعوه من ديك الطراب اليدوي حتى جا الطراب الكهربائي. هذا الشيء علاش سموه الونسيان. كنتمنى يروكم وكونوا واثقين بان ما غيتبدل لا المذاق لا اللون وغيبقى على امانته. اخواتي فضلا وليس امرا، ديروا لايك وديروا ابوني وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. وكنشكر دائما الناس الجدد اللي كيضافوا عندي، كنقول لهم اهلا وسهلا بكم في عائلتي الصغيره، بكم تنكونوا وبكم تنزيدوا للامام، وتعاليقكم دائما اللي كتحفزنا وكتفرحنا ما تحرمونيش منها. والى اللقاء في وصفه قادمه اخواتي، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.